هاي صبايا، بعرف انه اوقات كثير بتبعتوا لي مسجز على الانستغرام تسالوني، خاصه من بعد مسلسل سالون زهره سالوني نادين شو حاطه هايلايتر. برجع بقول لكم ما كنت حاطه هايلايتر، لانه الهايلايتر يوجوالي اللي بيبقى بودري بيبقى فيه شمر، والشمر على الكاميرا بالدراما ما انه كثير حلو انه يبقى يعطي هون ذهبي، بس لاني العين شاقله اكثر رح احط ايلاينر. رح استعمل من بنفيت، بحبه لانه فات التب تبعه سوبر رفيعه. رح احط كثير 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 قريب من الروتس، لانه انا ما بحب الايلاينر التخين انليس كنت عم بعمل سبيسيفيك ميك اب مثلا ريترو ستايل، بس فور ذا داي بحب بس هيك انه اعطي ديفينيشن للاي من دون ما يبين انه في ايلاينر كثير. كمان رح مده شوي صغيره، نفس القوم اللي استعملته على الكريز من جوا بريشة صغيرة، رح ندفع الايلاينر طرف الايلاينر بس وادمجه. رح اضبط الحواجب، واخر شي بعمل الماسكارا. ايبرو بنسل كمان من بنفيت نمبر 4. بتاني ميله في الريشه، من بعد ما رسمت بعمل هيك بمشطهم تيبين توب البينك. فهلا رح فرجيكم اللون اللي انا بحبه كثير، هو البراند تبعتي، وان الله راد سون بكون اللونشينج. بس رح استعمل معه الليب لاينر من سموا. هذا الليب لاينر عن شو اقرب شيء لللبستيك تبعي، بس منه 100% نفس اللون. رح حدد شوي الشفه، انا كثير بحب الجرح يلي بشفته، حسيته تريد مارك صار خلص. بالريشه رح احط لبستيك لبك، كلنا بنحب اللبك. الحلو فيه انه فلفتي كريمي بنفس الوقت